يا لو مرحبا يا الربع، علومكم وش مسوين؟ طيبين جماعه، صرنا لكم كذا. المهم عن الهلال وراوة ذا، ما ادري انا ما ابي الكره مره، لكن احب نضحك لكن انفاز اليوم الله يبارك لهم، والله عين النصراويه ما عاد في عالميه صعبه قويه ينسوا، خلاص طقطق علينا ما له حدود على بقى ونخسر، والله يعينكم النصراويه. المهم معنا من الكره، يا مسافه ثانيه تذكرون يا الربع يوم مرمي ذاك الوقت قبل 5 ايام 6 ايام، يوم الرمي وحركه اليابان اللي سواها الياباني، ايش خلاني بهالياباني، بالحركه الافغاني قصدي اللي سواها ما شاء الله عليه عجل، انا هذاك ما يصح. قالوا لا يا ابو فيصل انت لازم ترمي، لازم تحذف الحصه ويرمي لك الرشاش وتعشق وتصوب ترمي، هذه هي 4 اشياء، واللي يسويها عز الله انه ما شاء الله عليه بوارد وانه راعي صواب راعي سلاح، صح فاهمها؟ لانها صعبه والله يا الربع. في 4 اشياء، الشيء الاول لازم تكون عدى، لازم يا الربع تحذف انت الحصه فوق، هذا اول تركيزه، تحذف الحصه فوق، لان على بال ما لا حذفته فوق على بال ما ذا اللي هو رامي لك السلاح الرشاش، لازم تحذفه فوق شوي عشان الوقت وبتعشق، يعني الاول الحذفه على فوق، هذا التركيز. الثاني انك تستلم السلاح تاخذه منه. الثالثة التعشيق بسرعة، لازم تكون انت ما شاء الله يعني سريع البذان على ما قال الاشياء، تاخذه وتعشقه. الرابع الصواب. الـ4 اشياء هذه تسويها اقل من 5 10 ثواني، يعني صعبة، واللي يسويها والله انا بواردي، والحين نجرب نوريكم الحين باذن الله. اللي يسوي ذا الشيء والله صح، اللي بيحط جائزة، احنا اللي يسوي اللي يرميها يجيبها عز الله انه فنان، اشهد له انا صراحة، لان في 4 اشياء تركز فيها، وشيء جاب لنا الباكستاني جديد، والله انه ما شاء الله عليه ما هو بهين الباكستاني، وجبنا طريقة جديدة بيصير تحدي بين الشباب، جبنا شيء جديد بيصير تحدي بينه وبين الشباب هنا اللي يحبون الاسلحة طبعا، واهم شيء يعني اللي يرمون ينتبهوا على سلاحهم، ما لا تأمنون السلاح، لو وش يا مناس راحت ارواحها يا الربع، اللي ذبح اخوه واللي ذبح اخته بالغلط الا ينظف السلاح ويحسب انه فاضي ورمى، لا تأمنون لو وش يا الربع السلاح. والثاني ارموا محل بعيد، والافضل يكون في طيش قص شيء مشكل لا سمح الله شيء ولا شيء، المهم واحد ياخذ احتياطات اول، والله نرمي على الله الحمد لله ان الله فكنا ما صارت مشكله ولا شيء، لكن بعد ما شفنا الاشياء وشفنا الناس ماتوا وشفنا الواحد ينتبه. فهذا جاب لنا شيء جديد طبعا بالترخيص وبالتصريح، كل شيء نظامي لازم تكون، وان شاء الله يفتحون عندنا هنا باذن الله ان شاء الله محلات مخصصه للرمايه والاشياء هذه. فالباكستاني الله يجزاه خير جاب لنا تحدي جديد، واللي يسويها بالضبط على انا سويتها اخر مره قالوا لا ما سويتها، ما ضبطت معك، لازم تسوي نفس الـ4 اشياء هذه. فاللي بيسويها يا الربع والله انه ما شاء الله فنان ويستاهل، وبنحط احنا مسابقه عليها بس بعدين على الرمايه هذه، لان حركه جديده ما عاد هو زي اول حط لك سيجاره واحذف وجبها، ولا ارم لك حصى وارم، ولا ارم على ورا، لا هذه تجيبها بالدقه صح، الـ4 اشياء هذه يبي لها تركيز صح عاد، ولا لا تغيرون شيء، انا غيرت ذاك الوقت بدون تعشيق وبدون ما نحذف وجبتها، وقالوا ما يصح يا فيصل لازم تسوي الـ4 اشياء هذه، بنسويها ان شاء الله، ونتمنى اللي يرمون اللي يسوون الاشياء هذه يحاولون يسوونها، وننشر المقاطع هذه يشوفون ما شاء الله شباب السعوديه عندنا ولا بالخليج انهم فنانين في الرمايه، هم اهل الرمايه اول والحين، ويا هلا ومرحبا. طبعا على اجواء الدمام ما شاء الله اليوم، عندي احساس اتوقع ان بكره امطار باذن الله، لان الاسبوع ذا لازم باذن الله يقولون لنا خير خير وامطار، وش اقول لكم باذن الله، فالله يكتفي فيه الخير ان شاء الله، ويجينا الامطار وخير على الخليج عامة على ما قالوا. اي أيوة والله، وان شاء الله ان شاء الله بكره باذن الله باذن الله ان شاء الله. شوف غيوم اليوم اشتكى ما شاء الله، ما شاء الله تجرنا وعزا يظل العيون تجرنا قرب قدومنا صعب تهرع يا ولد ايش فيكم كلكم؟ هلا يلا حيوا ابو نعمان زين معنا معنا يا ولد ما في نصراوي هلا شبيك الهلال الاكبر هلا هلا الو الو هم يا الربع شب ما شب عاد استحملوا اليوم بس الله يستر بس بقعد يقوم شوف شوف هذه كيف ضاعت ابو فيصل شوف يا لعن امك
شيء بكوره. معليش معليش. ايوه والعلوم اجل تبون تفوزون. ابو شبيب صامل. لا وسبحة بعد. عاش عاش اليابان عاش. حنا ندعوهم للاسلام. محمد سلمان الله يطول عمره يقول تكلم صيني وياباني ورحب شو اسمه وضيوف. لا لا تدعيهم اسلام شيء ثاني، لا تدعيهم كذا. عشان الجي اي والنيازين والجياتي. بس بس استديو القلوب. يا قام شاب استغفر الله استغفر الله. شفت هذا مشكلة تعصيب الكلمة، هذه مشكلة تعصيب. لا لا ايش رايك؟ ما لا ما لا بالكوره، احنا نشوف كيف العصب ابو الامان. ايش رايك ولا ايش تعليقك؟ بالكوره يلعن امه. نتمنى انهم يفوزون لانه فريق يمثل السعوديه. والله صح عليك، بس لا والله ما صعب العالميه عليهم. شوف الحق والله حريس علي الحرام. ابو شبيب هذا حارس ولا حريس ولا؟ والله هذا الاحتياط شوابكم كذا. بلنتي مين يا ابو شبيب؟ الله يرضى عليك. استريح استريح يلا. جانا صراوي ابشركم. عاش عاش. شبيب شكله هج الشوط الثاني ما متحمل، ما ادري وين راح. وين يا الربع؟ هج فهد شبيب. وش اراك في الشوط الاول وش تعطي الاشياء هذه الكوره؟ والله يا ابو فيصل التضييع اللي صار ذا يا ابو فيصل. لعنة في اسيا لها 4 سنين تضييع 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 ولا جول يجي. انا يقول كل سنه كل فتره يظلمون باخر شيء. وعلى فكره اللي حقنا على الهلال نسيته الياباني يوم جاء لعب معكم هنا قال بحرم السعوديه من تاهل كاس العالم في ارضها بين جمهورها. هذه صح. انا تشجعونهم وتشجعونهم هم يدانون. اسمع بعلمكم يشجعون عشان بس سالفه العالميه بس. طيب يا ابو فيصل لك فخر اذا رفع في قطر اذا ارتفعت صح. علم السعوديه في كاس العالم الانديه ويدقون النشيد الوطني. صادق هذا فخر للسعوديه. صحيح. لكن انا لاحظت يا ابو شبيب ان الالعاب العالميه صعبه يجيهم. شوف ها والله يا ابو فيصل بس توفيق من الله ويفكونا من دعاء النصراويين علينا احنا بخير. ها عامر الحكم ايش؟ اسمع ابو شبيب جول جول جول. يلا يا رب يلا يا رب. هلا وين؟ ها النصراوي يصب الهلال ها. ايش رايكم كيف ال تعال ابو شبيب الحكم وش هو؟ حكم اعراضي. والثاني؟ رجل خطي راوي. شفت انتم ما في عنصريه، ثلاثه نصراويه بتصبيب الهلال بعد هذا اكبر دليل. صح يا ابو نمر؟ بس لو فازوا بيجننون العالميه والعالميه. في قطر في قطر الهلال من وراء يسمعون صدى. اي بالله خلك انت حالي يا ابوي. اسال عن امك. اسلم والله العظيم. توقعاتكم جول. انا حضيعها لا احد يشب لا احد يشب. انا حضيعها لا احد يشب. هذه هي ضيعتوا لحد لا خليك جاهز. خليكم جاهزين. يلا يا كريم يلا يلا يا كريم. اتوقع ما يجيبونه، ما ادري اتوقع. باذن الله ترز هذه في قطر باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. رئيس الهيئه العامه للرياضه يا جماعه شايفوا الحارس والله اسلوب الوجه والله شايف. ها 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 ثم الحارس انا ادري ليه ليش فيكم انا ادري عشان انا عطى وحده ليزر يلا يا رب. ها 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 يلا يا رب. ها انا ما اتوقع تقول بيار يا
يا رب. ايش دراك انا بيده؟ تحلف؟ طيب ورا اللي ورا الخط الحكم. ايش الفار؟ سو كذا، ليش كذا؟ ليش؟ وش يا الربع صدق بيده؟ ما عندهم فار يقول لك ممنوع المباراة العالمية ما ادري. والله يا الربع الهلال صراحة ضاغط. الهلال ضاغط. اذا جت الكورة يوخر يده تسقع في جسمه بس. اي مو كذا كذا ليش؟ حركة البطة ذي. والله شوف كذا بيده. يعني تأهل الهلال شال الفار. هذه. خمسة. تتمنى يا ابو ها شبيب خلوا طقطق يا شباب ان شاء الله بيفوز ان شاء الله بيفوزون ولا تجيك جلطه ان شاء الله الله عليك من عندك من هنا وبيضبط اموره ما عليه شبيب بسم الله اعوذ بالله الكوره هذه اخذت الكوره يا الربع الكوره هذه اي والله اتوقع انه طاح وعلى صدره وزن ثقيل لكن ابشركم هذا شايف جاي وهو بخير والحمد لله جت دوخة خفيفة شوي بس هو متعصب هلال اي والله الله يكفينا شر شوف الكوره كيف الله اي هو لانه من قبل شوي ما سمعت شيء اي والله يحبوا بزياده الكوره والاشياء كيف يتأثر فيه الله بس أنا أتوقع أنه طاح يوم قام يشجع لأن نقز هو يا ربع قال أنا ذولا بيجلطون اي والله حتى قالها قبل يا رب لكن الحمد لله أموره طيبة إن شاء الله أنا ما توقعت أنا ما توقعت لكن الله يشفيه إن شاء الله الربع اللي يقول هالدرجة عشان كورة هو مو عشان كورة الرجال طاح على جسمه أنتم عارفين أكثر من مرة تشوفونه ينط هو الرجال قاعد من النوم ما كلا وطاح وعلى صدره يعني الأول واقف اي والله اي والله شركم هذا الاسعاف وجاب بدون ولا يشغل شيء الربع. ناس دحين احسن دكتور ولا كذا؟ مبارك لك يا شبيب الفوز شبيب مبارك لك والحمد لله على السلامة وبشركم بخير كان الضغط مرتفع شوي بس ارتفع واموره طيبة ومبروك اسمع لان ابو حيك نسوي لك حفلة بكرة على ما شو اسمه كيكة الهلال وتحضر المباراة الثانية في اليابان اي عاش عاش شباب مبروك يا مرحبا يا الربع علوم وش مسوي المهم اعوذ بالله ابغى الكوره اللي تجيب الشيء هذا انا اول اسمع احس بتمثيل احس والله يا الربع لين شفته بعيني اليوم طاح ذا اللي طلع والله الضغط مرتفع عنده يعني سبحان الله كل واحد يحب شيء من قلب مثلا ويتعب على الشيء ذا اعوذ بالله فلا تحمسهم بزياده الله يكفينا الشر والله ما توقعت انا اجننهم احب امزح مع ذا وذا يا اخي لكن يوم جاب الكور بعد هو شكله ما تحمسه سبحان الله مرات الحماس الزايد وهذا يتعب الواحد او الوناسة الزايدة يقولون نسمع فيها ولا والله صحيح حبوهم يا ولد اعوذ بالله الله يبارك لي لا خليهم يفوزون خليهم يفوزون دائم والنصر يفوز كلهم يفوزون دائم ولا يجيهم شيء
بنسوي شيخ والله نسوي له بكره ان شاء الله ولا عقبه نحتفل فيه وخلى على فوز الهلال. شكلي انا خلاص والله ما عاد مصور يا طبيعي اخر مباراه الجاي ونشجعهم ولا عاد ندخل الكوره خير شر ربعكم عيالكم انتبهوا من الاشياء هذه. والله انا واحد اللي ما كنت اصدق احسب انه كله تمثيل والله، لكن يوم شفت بعيني وجاء شو اسمه الهلال الاحمر الله يجزاهم خير وشافوا الرجال وحطوا شافوا ان السكره زين الحمد لله كل شيء زين الا الضغط، الضغط مرتفع. هو صدق هو كل ما يفتح عيونه يقول ادوخ ما اقدر لازم اسكر عيونه، والحمد لله قالوا خله يهدى شوي نص ساعه بيصير يمدي يفتح عيونه ويتحرك واكبر المستشفى. والله يجزاهم خير الاحمر وما قصروا ويا المتعصبين والله ما شيء يا اخي ما يستاهل والله لا درى عنك. انا اتكلم شيء والله مصلحتكم والله ومصلحه اللي يحبون الشيء بزياده يعني، درى عنك اللاعب ولا درى عنك الفريق ولا درى عنك كلهم لا سمح الله. جاك شيء اهم شيء صحتك والله، اضحك شجع استانس اضحك مع ذا ومع ذا لكن لا تتعب نفسك بزياده يعني وما تشوفون شر. والله المتعصبين انتبهوا من التعصب الزايد والله ما هو زين والله دام توصل كذا يا ابن حلال. لا ابوه خلهم العموم يفوز يا اخي انا ما يشوفون شر لكن لا احد يتعصب بزياده يا رب من الكوره انتبهوا كل هذا كنا نحسبها لكن طلع شيء صحيح. اعوذ بالله.